بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم لسه على اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. لو احنا عايزين نشتغل على بايثون، ممكن ما نختارش فيجوال ستوديو كود، ممكن نختار باي تشارم. باي تشارم طبعا برضه من الحاجات القويه جدا واللي موجوده في السوق، طبعا من انتاج جيم برينز، شركه طبعا شهيره. فيجوال ستوديو كود من انتاج مايكروسوفت، باي تشارم من انتاج جيم برينز بقى بتاعت الكوتلين و الاندرويد ستوديو، ويعني وشغل كويس يعني. واحنا نعمل داونلود باي تشارم. باي تشارم طبعا في منه نسخ مدفوعه وفي نسخ فري. احنا ننزل طبعا الفري اللي هي الكوميونتي. البروفيشنال طبعا بتديك امكانيات تانية بقى. احنا بالنسبه لنا دي البيور بايثون ديفلوبمنت، مش تبقى فارقه معانا، تبقى كويسه بالنسبه لنا يعني. فهعمل داونلود، قال لي ثانك يو فور داونلودنج باي تشارم مش عارف ايه، ويبدا يعمل ايه؟ يعمل عمليه الداونلود دلوقتي. فطلع لي هنا ان هو ينزل النسخه اهي باي تشارم مش عارف ايه مش عارف ايه. قلت له ماشي داونلود، انا كنت بنعمل لها داونلود قبل كده، ف اهي. فدبل كليك عليها حسب بقى الفيرجن اللي نزل معاك، مش تفرق. فهيأكد عليا برساله او لويس، قال لي طيب. هو بيقول لي نوت ان الكرنت فيرجن اوف باي تشارم كوميونتي اديشن از اوريدي انستول. هقول له طبعا المفروض الرساله ما تطلعلكش لو انت اول مره بتسال، طب فلكن هقول له ماشي يس عشان اوريك الستبس يعني. قلت له ماشي نكست. قال لي طبعا عايز تعمل انستول للاولد فيرجن، دي مش هتطلع لك طبعا. لكن هقول له ماشي يعني الغي عشان يشيل كل اللي كان موجود ويبدا ينسب. طب قدامك كانك في خطوه جديده، بس الخطوه دي مش هتظهر لك لو انت بتسيت اب من اول مره يعني. قلت له ماشي يلا نيكست. بس برضو ادينا شفنا الخطوه بتاعت لو انت عندك فيرجن قديم ونزلت فيرجن جديد، طب ما عملتش ابديت من الجهاز فعايز تعمل كده يعني. قلت له ماشي مش مشكله. قال لي تشوز الانستليشن لوكيشن، طبعا قال لي لازم يكون فاضي بالكامل الفولدر اللي بيتحط فيه. طبعا هو بيبقى مديك فولدر خاص بيه هيحط فيه هينزل فيه البايت شارم. فقلت له ماشي خلي الفولدر ده، طبعا هيكريت الفولدر ليه. ديسكتوب ايكونز وكونتكست منيو ومش عارف والباي والباس ومش عارف. قلت له اخترت الباس بس عشان لو كان محتاجين حاجه نحطها في الباس. قلت له نيكست نيكست. ده ياخد وقته العادي ويكون عمل انستليشن للباي تشارم ويبقى جاهز على الايه؟ على العمل. طبعا لازم ممكن يكون هنا كجار فايلز، لو الجهاز بتاعك مش نازل عليه جافا ممكن يعمل لك برضه مشكله، لان باي تشارم مبني كده يعني، ف مبني ملفات جافا يعني. فبرضه السيت اب بتاعنا ان شاء الله هنكون برضه موضحين في السيت اب في فيديوهات البايثون، السيت اب ازاي الفيجوال ستوديو كود شفناه، شوف الباي تشارم مش عارف ايه. بحيث تبقى طبعا في الاخر في الاول احنا هنشتغل يا اما على باي تشارم يا اما فيجوال ستوديو كود يعني، اللي واحد فيهم وخلاص هيقضي الغرض. لكن احنا بننوعهم بس نشوف، لكن احنا في الاخر هنشتغل على واحد وخلاص. لكن نشوف ده بنسطبه ازاي، بنعمل سيت اب ازاي او انستليشن ازاي، وازاي نرنه ونشغل عليه اي اكزامبل، والتاني برضه نشوف عليه كده، وبعد كده نستمر على واحد وانت الدنيا تبقى ماشيه معاك. مش قضيه كبيره يعني الفكره بتاعت الايه الاي دي ذات نفسها بالنسبه لنا في المرحله دي. طبعا لما تيجي تخش بابلكيشنز بقى ودراج ودروب وكلام زي كده، ده ممكن يكون ايه محتاج الكلام ده. هو طبعا بيقول لي اعمل ريبوت يعني اعمل ريستارت الجهاز، انا اقول له طبعا بعدين مش مشكله دلوقتي. لكن لو فتحت باي تشارم كوميونتي الفيرجن بتاعنا، ادي الفيرجن اللي نزل من باي تشارم من شركه جيت برينز. هيبدا يفتح دلوقتي معناها يحمل شويه ويفتح. طبعا هو ممكن يلود اكزامبل زي انا كنت عاملها، ده مش هيفتح معاك كده. انا قفلت البايت شارم اصلا، هفتحه من جديد عشان اوريكم شكله عندكم هيبقى عامل ازاي، اللي هو سيت اب لاول مره، اللي بيعمل سيت اب لاول مره. المفروض بيطلع لك شاشه زي دي، ممكن المنيو دي تبقى مليانه عندك لو انت عامل بروجكتس قبل كده، او ما يبقاش موجوده اصلا لو انت مش عامل بروجكت زي كده بالظبط، اللي هي ممكن يبقى غالب الشكل هيطلع لك. فانت بتقول له انا عايز اعمل نيو بروجكت خلاص، وبتبدا بقى تدي له ايه المسار و و و عشان تكريت الايه البروجكت دي. طبعا بيعمل فيرتشوال انفايرمنت وحاجات زي كده، دي لسه ما اتكلمناش عليها. او بتقول له لا انا هاوبن فولدر معين يعني. فانا مثلا كان الفولدر ده اللي انا كنت شغال عليه،
او البايثون اكزامبلز اللي احنا عملناه من جوه الفيجوال ستوديو كود، او فولدر جديد خالص. وممكن اعمل نيو فايل جديد كده خالص، اقول له مثلا نيو فايل، فقال لي اسم الفايل ايه، قلت له مثلا تيست باي تشار مثلا، تمام، دوست انتر، فقال لي الفايل بتاعك ده هيبقى عبارة عن ايه. طبعا انا محتاج الفايل ده يكون بايثون فايل، اخترت بايثون وفتحت، فقال لي تيست باي تشار اهو. طبعا قمت قايل برنت، قمت قايل ايه ويلكم تو باي تشار. طبعا نظبط اعدادات الفونت وكده والتكبير الخط، لكن انت ممكن تظبطها لو انت عايز او تغيرها زي ما انت حابب. هتلاقيها عندك من فايل سيتنجز على ما اتذكر، ابيرنس اديتور، وجوه الاديتور هنخش على الفونت خلاص، ويبقى تختار نوع الخط اللي انت عايزه، وتختار الحجم. انا مكبر الحجم شويه عشان بس يبقى ايه في الفيديو، يبقى الكلام واضح وكده. طب انا خلاص عملت الامر، بس هو امر بس، ويلكم تو باي تشارم بس. ارنه ازاي؟ باجي هنا من رن وبقول له ايه رن. قال لي طبعا انا يعني ممكن يدخلك على الصفحه دي، او في الغالب هيدخلك على الصفحه دي، يقول لك انت تعمل ايه، ظبط الكونفجريشن بتاعتك ازاي هترن يعني. طبعا هتلاقي في اساليب كتير انك تقدر تظبط ده. طب انا مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي في البرنامج ده، بس انا عايز اعمل رن، اختار بس اسم الايه، اسم البروجرام او اسم الفايل اللي انا عايز ارنه يعني، مش اكتر من كده. فقال لي ويلكم تو اي باي اتشر، ويلكم تو باي اتشر يعني رن، وادي النتيجه بتاعته. ف الدنيا قريبه يعني، فيجوال ستوديو كود باي تشارم، او من خلال الاي دي اللي هي بتاعت اللي بتنزل مع البايثون اصلا، انت بتسطب كله ايه واحد. ونبدا ان شاء الله مع بعضنا في الشغل بتاعنا بعد ما نزلنا الاي دي اللي احنا عايزينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.